في اوقات بتعدي على كتير مننا بنكون فيها عايزين نعمل حاجه مفيده او ننجح في شيء معين، ولكن بنفضل واقفين مكاننا لان احنا مش عارفين نبدا من فين، او مفتقدين للدوافع اللي تخلينا نبتكر ونستمر في عمل اللي بنحبه، وطبعا العمل برضو اللي بنحلم ان احنا ننجح فيه. مش بس كده، ده كمان في كتير مننا ممكن يكون خلاص يقول احنا كبرنا وصعب ان احنا نبدا من جديد، وده طبعا اللي خلى ضيفتنا النهارده انها تعمل منصه عشان تساعد اي حد عنده حلم وعايز يبدا ويوصل لهدفه. مش بس كده، دي كمان بتساعد مهنيا ونفسيا لحد ما هو يوصل للهدف اللي عايز يحققه. منورنا النهارده عبير الليسي، مؤسسه منصه ممكن. ازيك يا عبير؟ اهلا بيكي. عامله ايه؟ الحمد لله. انتي منوراني النهارده. ثانك يو. وانا مبسوطه ان انتي معايا النهارده. شرف ليا. ثانك يو. ميرسي يا عبير. طيب انا اول حاجه طبعا هسالك عليها هو ايه حكايه منصه ممكن؟ بصي، هي منصه ممكن ناس كتير عارفه ان هي قصه حياتي ببساطه. انا واحده صيدلانيه اتخرجت من كليه صيدله، وزي ناس كتير كنت كل اللي في صيدله بيبقوا شاطرين قوي، يعني كنت شاطره قوي في ثانويه عامه وكنت جايبه 103% طبعا عشان تدخلي صيدله اصلا. بالظبط. وفي صيدله حتى كنت جايبه امتياز مع مرتبه الشرف. ما شاء الله. بس اول ما اتخرجت خلاص كنت حاسه ان انا تمام، ما عنديش حاجه تانية المفروض مطلوبه مني. فكنت بيتقال كده اللي هو ديس اورينتد، او ان انا مش عارفه ايه الاتجاه اللي المفروض اخده. اشتغلت شويه في صيدليه وبعد كده كنتش حاسه حتى ان انا كنت بقوم حتى واروح متاخر، وما كنتش يعني مش حاساها، يعني مش عارفه انا تمام، انا كده عملت، انا خلاص اتخرجت يا جماعه وكله تمام. فترة بقى اتجوزت وسافرت وعشت بولادي وهم صغيرين في بلد عربي، وساعتها بقى قعدت سنين، يعني قعدت 4 5 سنين. فوانا قاعدة كنت حاسة ان انا، هو ايه ده، هو انا كنت شاطرة، طب هو انا ليه ما عملتش حاجة؟ ايوه، انا فعلا عندي طاقة بقى، عندي طاقة وشغف غير طبيعي ان ارجع اتعلم. فقلت ايه، انا هبتدي ماجستير وانا قاعده. فبدات ماجستير، بعد كده ولادي كانوا بداوا ينزلوا مدرسه، فاول شغلانه اشتغلتها معاهم كانت كيمستري تيتشر. رحت اشتغلت في نفس مدرستهم مدرسه. بالظبط. اشتغلت معاهم مدرسه سنتين، وبعد كده لقيت لا مش هو ده اللي انا يعني، لا طيب انا حابه، كنت يعني بس بقى الماجستير يعني خد له كذا سنه، وبعدين بدات قلت ايه لا هتعلم حاجه تانية. بدات ان انا اجرب حاجه اسمها الابحاث التسويقيه، فجربتها دخلتني على الماركتينج او التسويق عموما، قعدت ادرس فيه، اشتغلت شويه فيه في البلد العربيه دي، وبعد كده رجعت مصر خدت بقى دبلومه متخصصه في الماركتينج من الجامعه الامريكيه، وبعد كده بدات اتعلم كتير قوي اونلاين، اشتغلت بقى بتفصيل في الماركتينج لغايه 2018. ربنا اراد اني افتح شركه ديجيتال ماركتنج. كنت انا وزميلتي اللي احنا مؤسسين برضو منصه ممكن. ففتحنا الشركه دي، والحمد لله الشركه كبرت واستمرت وفتحناها في اكتر من بلد كمان. وجي بقى عندي في 2022 بقى عندي 41 سنه، فبدات احس ان في ناس كتير بتسالني عبير احنا نفسنا نشتغل، عبير احنا انت بداتي وانت عندك 31. انا بدات بقى فعليا يعني لما بدات المدرسه دي كان عندي 31 سنه، كانت 2012 بالظبط. فانت ينفع تبداوا طبعا، بس حسيت ان واحده واحده عايزه، طب هاتي السي في، هي مش عارفه تكتب سي في. طب هي قعدت احس، كنت طبعا بحضر ايفنتس كتيره جدا وحاجات للي هم بقى الحديث التخرج، لقيت ان في اهتمام كبير جدا بحديث التخرج. الكبار دول هم عايزينه، هم عايزين يعرفوا يعني ايه اكتب سيره ذاتيه، يعني ايه احضر انترفيو، يعني ايه اتكلم، يعني ايه اخد المهارات الاساسيه. هي مجرد ان هي جالها شويه ظروف، بيت، ولاد، زوج، قعدت في البيت شويه وعايز ترجع تشتغل. صح. بس وهي بقت زي ما بيقولوا اوت ديتد او بعيد عن سوق العمل. صح. فهي بس عايزين نصنفر يعني. فقعدت افكر في كذا حاجه لغايه لما ربنا هدينا انا ورضوان ان احنا نعمل الحاجه اللي احنا شاطرين فيها، اللي هي منصه الكترونيه. المنصه دي تكون هدفها ان الستات تدخل تلاقيها بيئه امنه ليها، بحيث ان هي لو عايزه جلسات ارشاديه تقعد مع كارير كوتش تقول لها هو انت ايه هدفك في الحياه، انت ايه الحاجات اللي شاطره فيها، انت هتعرفي تختاري طريقك ازاي، بتلاقيه. طب هي عارفه عايزه تاخد شويه كورسات تاخدها بتكلمها هي، مش الحاجات اللي هي مثلا لسه حديث تخرج بيبقوا واخدين حاجات احدث اكتر او ناس ادفانسد، لا معاها من فروم زيرو تو هيرو زي ما بيقولوا. وان ذن في وظائف مكلمين فيها الشركات الوظائف دي لستات ما عندهمش خبره كبيره، او قعدوا عندهم خبره وقعدوا بس بيشتغلوا على نفسهم، ودي كانت اهم حاجه طبعا. يعني المنصه هي للستات فقط؟ طبعا. وطبعا لكل الاعمار ولا في حاجه كل الاعمار؟
طيب ايه الصعوبات اللي واجهتك في اول ما ابتديتي المنصه؟ بصي، وفي صعوبات كتيرة، بس أنا الحمد لله وربنا برضو سهل في حاجات كتير. بس أنا بصراحة الصعوبات بتكون لو الست مش عايزة تشتغل على نفسها. أنا نفسي أساعدك، بس أنا مش عارفة أساعدك لو أنت ما ساعدتيش نفسك. تحسي إن هي بترمي عليكي الحمل لكن هي ما بتسعيش. يعني بصي، خدي السي في، يعني بتقولي خدي السي في دوري لي وأنا عايزة أشتغل. حبيبتي، أنت لو أنت مكسلة تدوسي على الوظائف وتفتحي وتقري وتقدمي، أكيد أنا مش هعمل لك ده. صح. فببقى انا هو ده اللي هو اكتر حاجه بتزعق. ليه يا جماعه؟ ما هو انتوا لازم تتعبوا، احنا اهو بنقول اول الطريق. فبتقول لا انا جيت معاكم فهو ده اللي هو انت لازم تساعدي نفسك عشان اساعدك. هي دي بتبقى اكتر حاجه، وببقى حاسه ان انا لازم اقولها، يعني عايزه اقولها لهم كده بمنتهى القوه. انت خافي على نفسك، مجرد احنا بنحطك على اول الطريق، والله بقى انت في اوله في نصه في اخره، بس انت بذلي مجهود. انك من غير ما تبذلي مجهود احنا مش هنعرف نبذله لك. صح. طيب في حالة من الحالات بتاعت الستات اللي انت حاولتي ان انت تلاقي لهم شغل أثرت فيكي انت شخصيا؟ بصي، أنا كل مرة واحدة مجرد بتشتغل، إن شاء الله خدت معانا كورس وبتشتغل بعدها مثلا بسنة، بتقابلني صدفة أو بتبعت لي رسالة، الموضوع ده بيمسني أنا بشكل شخصي، لأن أنا بحس إن أنا عندي شركة تانية وما فتحتش ممكن علشان عايزه اعمل ممكن، لكن او اعمل منصه او اعمل شغل البيزنس. انا فتحتها لاني لما جات لي الفكره انا فعلا حرفيا حسيت this is my purpose، اللي هو هذا سببي اللي ربنا خلقني عشانه. اكتر مكالمه فاكراها كانت واحده اتعينت في شركه من شركات التليكوم الكبيره في مصر، وقالت لي انا كنت فاكراكي نصابه. يعني انا قلت انت ايه؟ يعني ما خدتش منهم فلوس، يعني التقديم مجانا، الكورسات هي اللي بفلوس طبعا. لكن التقديم على الوظائف مجانا. قلت لي انا كنت فاكراك نصاب، قلت اقدم وخلاص. لقيتهم بيكلموني، انا ما صدقتش. وهي دي كانت وسط 400 واحده، اختاروا منهم سته، وانا اللي كنت عملت حتى الفلتريشن او دخلت في بروسيس. وبتختاري الفلتريشن ده او بتعمليه بناء على السي في قد ايه قوي؟ لا، بناء على الطلبات. يعني كانت ساعتها مطلوب خريجة كلية معينة، اشتغلت فترة معينة وقعدت فترة معينة، كانت ليه في شوية مواصفات. فلازم تبقي بداية، يعني كانت خريجة مثلا حاسبات ومعلومات ومش عارفة وعندها خبرة مثلا سنتين، وقعدت في البيت لجاية 5 سنين، عندهم استعداد ياخدوا حد قعد في البيت لجاية 5 سنين، وسنها لجاية كان 40 سنة تقريبا. فحسب المواصفات اللي كل شركة بتحددها. يعني في ناس تقولي أنا عندي 50 وما لقيتش، معلش ما ممكن ما تلاقيش دلوقتي، بس ممكن تلاقي قدام شوية. بس المهم ما تبطليش تقدمي ولا تشتغلي على نفسك الاثنين. طيب كملي لي. فبس أنا حسيت، بتقولي أنا حسيت إن أنت، يعني قلت إن أنت نصابة، قلت إن أنت مش ممكن، هو في حد هيعمل كده؟ وليه؟ وإزاي؟ ومين هيقتنع بده؟ بس لما صدقت قالت لي وانا هبقى معاكي، قولي لي اكلمك في اي وقت، فحتى وانا احكي قصتي. يعني كانت قصتها فيري تاتشنج، انا فاكره المكالمه وفاكره كنت قاعده فين وفاكره خدت المكالمه ازاي وفاكره كانوا ولادي حواليا. لا، كل واحده بترجع تلاقي طريقها. بقول اللهم لك الحمد ان ربنا خلاني سبب، يمكن ده اللي يبقى فعلا سببنا في الدنيا. يعني هديه، سبب وجود هديه بالظبط، هو ده السبب اللي احنا موجوده، ممكن هو ده اللي انا موجوده عشانه، اللي هو انت تعرفي انك تبقي مبسوطة بدل ما تبقي تايهة، ترجعي تاني تلاقي حياتك. أنا مين اللي ببقى نفسي إن الست، إحنا دلوقتي في حياة صعبة أوي طبعا، اقتصاديا صعبة في مصر وفي بره مصر، في دول كتيرة عربية من الدول الغنية العربية، ما ينفعش في البيت واحد بس اللي يشتغل. فإحنا في نفس القصة، الحمل على الراجل بقى كتير، فإحنا ستات بقت نفسها تساعد، حتى تشيل جزء، تشيل شوية مصاريف ليها لنفسها بالظبط، لنفسها يعني حتى شوية، لأن فعلا الدنيا بقت صعبة. بالإضافة أن يعني ده أكتر هدف بصراحة. هدف تاني أن التطور التكنولوجي بقى رهيب جدا، فالولاد بقوا عارفين حاجات كتيرة قوي. فأنت علشان تواكبي ولادك وتبقي قادرة أن ولادك تبقي معاهم وفهماهم وفهمة لغتهم، لازم أنت تبقي تشتغلي على نفسك وتبقي بتخرجي وطلعة. يعني مش لازم، على حسب كل واحده، عشان برضو ما بقاش بجبر الناس. أيوة. بس قصدي لو هي يبقى ليها مجال، لو حبت يبقى ليها مجال ان هي تقدر تنزل. طب عبير، من وسط الستات اللي تواصلوا معاكي ممكن تقوليني كان اكبر سن كام واصغر حد كام؟
ولا ما لا طبعا اكبر سن لا لا انا بصي لا طبعا فاكره انا في واحده حضرت الايفنت عندها 16 سنه صغيره صغيره جدا طبعا وفي ناس بس دي لسه بتدرس لسه بتدرس وحاضره حابه حابه ان هي تبتدي بطريقها من بدري وحاسه ان دي مكان امن ستات كده وناس يعني عيله لسه بسمع فويس نوت قبل ما ادخل حالا ليكي واحده يعني بعتالي بتقول لي انا انت فعلا فعلا كل الكلام اللي بيتقال في الايفنت اللي عملناه للسيدات كل الكلام اللي هو يلا بقى انا عايزه اقوم اشتغل حالا شوفوا لي بقى حاجه انا هقوم دلوقتي اتس نيفر تو ليت 45 50 شفت في الايفنت ناس فوق ال 50 في ناس اعرفهم كانوا اكبر حد جالي كانت فوق ال 70 لسه ما توفقش ان يبقى في حاجه ليها شغل بس في ناس فوق ال 70 وعايز تشتغل كانت 72 سنه طيب لو حد دلوقتي بيتفرج علينا وعايز يتواصل معاكم يتواصل ازاي؟ تواصل على طول على المنصه او على السوشيال ميديا اسمها ممكن فور هير ده المنصة اسمها كده www.mumkinforhair.com تقديم مجانا تماما او تدخل على اي المنصة اسمها ممكن بالعربي وبالانجلش ممكن على كل بقى البلاتفورم واحنا سو اكتف وعندنا الحمد لله ناس كتيرة بترد لان ده يمكن المسار الاساسي بترد على طول وهيعرفوا يتواصلوا تماما ونقدر واول ما حد بيبعت لنا بنكلمهم في التليفون بتحول على الكاستمر سيرفيس على طول انت عايزه ايه واحد ثلاثه ونبتدي نتفاهم معاهم طيب ازاي بتأهليهم مهنيا ونفسيا؟ بصي احنا عملنا ريسيرش كتير او ابحاث كتير لان انا الباك جراوند بتاعتي كانت ابحاث تسويقيه فلما عملنا ده لقينا ان الست لما بتبقى بعيده عن سوق العمل بيبقى عندها حته مشكله في الثقه بالنفس شويه السيلف استيم شويه والسيلف كونفدنس فاللي هي ايه لو راحت انترفيو وهي كشه كده ياما يعني اعرف ناس تقول لي هو بس فكرة ان انا مش مصدقة اني هروح انترفيو فانا خايفة مش عارفة هقعد ازاي ومش عارفة احط شنطتي فين ومش عارفة هبقى قاعدة ازاي فانا حاسة ان انا هضيع الفرصة مني فدي بنشتغل عليها بالرغم ان في منهم برضو يا عبير اول ما بيبتدوا الشغل بتلاقيهم بيشتغلوا هيلين. بطريقة يعني فظيعة والله هايلين بس هي فكرة الانترفيو فكرة الرجوع للشغل فكرة ان انا هيبقى في حياتي عامل جديد ما كانش موجود دول على طول بنقول لهم خدي جلسة مع كارير كوتش هتشرح لك انت ايه اللي ناقصك تعرفك كل واحده بقى طبعا ليها حاجتها في واحده ليها تقول لك انت بس هتعدي الانترفيو ازاي في مرحله لا والله ده انت محتاجه تشتغلي على نفسك واحد اتنين تلاته تبقى عندك ثقه بالنفس اكتر تشتغلي على نفسك في حاجات معينه فالجزء النفسي بنسميه السايكولوجيكال بارت عندنا موجود تقريبا في كل التريننج لان احنا التريننج عندنا مختلفه شويه احنا بروجرامز على بعض بتشتغل اول على الحته النفسيه وبعد كده بتشتغل على حته التواصل وبعدين بتشتغل على الحته التكنيكال انت بقى تشتغلي ايه عايزه تشتغلي مدرسه عايزه تشتغلي سكرتيره عايزه تشتغلي كول سنتر عايزه تشتغلي في الماركتنج عايزه تشتغلي في البيع بناخد المراحل الاولانيه اللي هو انا جاهزه للذكاء العاطفي انا جاهزه بان انا اتكلم البابليك سبيكينج اللي هو الكلام قدام الناس انا جاهزه بالتعبير طب انا اكتب ايميل ازاي طب انا اتعامل ازاي مع الكمبيوتر وبنطلع معاها لغايه لما بنوصل للتكنيكال بورت ممكن ناخد مثلا من 10 ل 15 كورس في كل واحده فيهم طيب عبير انا بالنسبه لي شخصيا يعني انه كلمه being consistency او ان انت في استمراريه في حاجه معينه انت بتعملها بتودي دايما لنجاح بمعنى انه مثلا ممكن حد يجي ياخد مني مثلا نصيحه حد من صحابي ويجي يقول لي انا زهقت انا كل يوم بروح الشغل وما بترقاش انا فدايما برد عليهم واقول لها ايه اعملي نفس الحاجه اللي انت بتعمليها كل يوم باحسن طريقه واكيد هتيجي فرصه ازاي نحافظ على الاستمراريه والله انا ابني النهارده الصبح كان بيقول لي كده ابني انا عندي ابني في جريد 10 ربنا يخليك وابني تاني في جريد 9 فابني بيتمرن فبيقول لي هو انا يا ماما يعني انا هفضل كل يوم كده لسه بدي مدرسه بقى لسه هفضل كل يوم كده ابقى كويس واروح المدرسه واروح التمرين احيانا بحس ان انا مش عارف يعني اعمل ايه نفس السؤال كده اللي هو يعني انا بعمل ده كل يوم قلت له انت مش عليك في دنيتك غير انك تعمل حاجه اسمها سيلف موتيفيشن شجع نفسك بنفسك انا مش انت مش محتاج انك انا اشجعك شجع نفسك انا النهارده كان مطلوب مني اني اروح المدرسه فانا رحت المدرسه وعملت كل حاجه كويسه جدا وبعد كده كان مطلوب مني اروح النادي فرحت النادي وحضرت الماتش او حضرت التمرين كويس جدا فكره بقى امتى
هيجي ان انا اظهر او ابان او دي انا في اقصى مخيلاتي يا ريهام، لا اتخيل اني ابقى من الناس اللي الناس بتستضيفني في التلفزيون بأمانة حقيقي جدا، ولا اتخيل ان انا لما اجي اعمل ايفنت علشان ناس ملتقى توظيفي تحضر فيه اول 1000 واحده. لا في اقصى مخيلاتي ان 1000 واحده تصدق الفكره انا لا يمكن كنت اتخيل. يعني احنا اللي عديناهم يعني حرفيا كانوا almost 1000 ما شاء الله في التسجيل، فاللي هو 1000 في اول مره نقول يلا، لا طبعا هو ده عدد طبعا، ده بالنسبه لي عدد اللي هو انا مش متخيله ان انا ايه حد عارفني غير انا واختي وجارتي. أيوة وصاحبتي صح. عارفه الاحساس ده اللي كويس هو مفيش حد، لا في ناس عارفه وعندها امل وعايز تيجي وبتكتب. الناس دي جايه مين يا جماعه؟ هو الناس دي بجد مصدقه؟ الناس دي بجد؟ طيب هو انت محتاج ايه؟ انت تصحى كل يوم فعلا زي ما انت بتقولي كلمه عظيمه جدا، وعلى فكره الكونسستنسي هي كلمه كل الناس الناجحين والمليارديرات واشهر ناس في العالم بيقول لك هو الاستمراريه على نفس الشيء. انت صح. تصحى بتعمل نفس الحاجه اللي انت بتعملها بكل كفاءه بكل طاقه، وعندك ثقه ويقين بانك بتعمل السعي اللي مطلوب منك ما تاثرش فيه. صح. ثقتك في الله بقى ان ربنا بقى بيعوض وبيكرم وبيرزق بقد فضله وكرمه مش قد تعبنا خالص. فهو بتتعبي بتتعبي بعد كده بتلاقي وبتخبطي على 100 باب كلهم مقفولين، واللي يقول لك انت لا يمكن الباب ال 101 بيعوض ال 100 باب و200 و300 باب انت ما خبطتيهوش بجد. صح. وانا ما انكرش ان انا كنت بحكي يا بنتي انت هتنزلي، يعني بقعد اقول لاصحابي مثلا انا عايزه اعمل حاجه زي كده، والله يقولوا لي يعني انت عايزه تنزلي الستات من على الكنبه تنزل تشتغل؟ دول هم قاعدين على الكنبه يعني هم مبسوطين وبيقعدوا، قلت له والله اللي مبسوطه تقعد مبسوطه، بس في ناس مش مبسوطه. اي عبير هم مش هينزلوا. قلت لها لا هي ان شاء الله، لا يعني طب نجرب. فاللي هو فعلا بتسمعي كلام احباط مالكيش دعوه انت كملي. دايما بيقول لك كمان انت ما تشاركيش افكارك في الاول. مهمه بصراحه لانه ممكن تحبطك. مهمه جدا، مهم ما تشاركيش افكارك مع اللي مش مؤمن بيكي، تسكتي خالص بقى. لو بالزبط. هو اللي قدامك ده قال لك لا طب تمام انت تمام انا هروح، انا اروح تمام، لان انت فعلا ده بيحبط وده بيكسر، ممكن ما يخليكيش اساسا تبتدي خالص خالص. بالظبط خالص. وياما في ناس اعرفهم شفتهم والله ده انا بقالي سنه من سنه بتفكر في فكره وبعدها بسنه بتفكر في نفس الفكره. طب انت عملتي ايه في السنه؟ طب ما كنت جربتي، ما هو انت كده كده ما عملتيش، مش كان زمانك يمكن عمل يا ستي حتى لو فشلتي كان زمانك اتعلمتي حاجه. صح. يعني ما هو عمر ما حد بينجح غير لما بيفشل كتير كتير كتير. مظبوط. كتير كتير. طب عبير نصيحتك ايه للامهات اللي دايما عندها احساس اللي هو انا حاسه ان انا مقصره وانا حاسه ان انا فاشله وانا حاسه ان انا كان ممكن ادي واعمل اكتر من كده بكتير، بالرغم من ان بجد يعني انا بشوف المثال ده قدامي من ناس انا اعرفها هي بجد بتبقى عامله كل حاجه هي تقدر عليها ولسه لحد اللحظه دي وهي داخله تنام حاسه بتانيب الضمير ان هي مش كافي اللي انا عملته، انا حاسه ان انا فشلت، انا كان ممكن ادي اكتر، انا ايه النصيحه اللي تقولها لها؟ ينفع اتكلم بمنتهى الصراحه؟ ارجوك. انا من هذه الامهات اللي بنام وحاسه ان انا كمان مش هقدر اقول لك لازم ما تجلديش الذات. لا بس بصحصح نفسي. بصي الحمد لله يعني ممكن بصي بصحصح نفسي لو قدرت، لو عرفت ان نفسي الدنيا ما عرفتش ممكن اتكلم مع حد بجد، ممكن اتكلم مع كارير كوتش معايا جد دلوقتي وبلجأ لهم اللي هو طب انا حاسه اني مقصره مع كذا، فاتكلم معايا. طب اتكلمي مع اولادك مثلا شوفي انت مقصره معاهم ولا لا، بتبتدي هي تحطيني برضو على الطريق. بصي احنا الامهات يعني لازم نبقى مقتنعين ان بحاجتين، ان لو انت اقتنعتي او اخترتي انك تكوني ام في فتره من حياتك او طول حياتك ام فقط، فهذه اعظم وظيفه ممكن حد يشتغلها. مظبوط. لو انت مش عايزه تعملي حاجه تانية كونك ام وزوجه واخت وابنه دي اعظم وظيفه، واحنا مش بنقول حاجه تانية بالعكس، احنا هدف المنصه انك لو وقت ما تكوني ام تكوني ام صح وقت. وانا ده اللي ما خلانيش انزل اسيب ولادي في البيت في بلد غريبه ما كانش في حد فيها عشان انا مش عارفه انزل وهم صغيرين، حتى لو انا نفسي اشتغل لكن انا مش عارفه. فدي ام ما توجعيش قلبك فيها. طيب انا زميلتي رضوى اللي هي شريكتي اشتغلت طول الوقت وكانت في اوقات بتشتغل بالبيت وعيالها كانوا بيبقوا صغيرين، ايه اللي حصل؟ هي جت على نفسها قوي وتعبت قوي، فلما قلت لها الفكره قالت لي احنا عايزين ننمي فكره كوني ام، كوني زي ما انت عايزه، كل مرحله عمريه وليها حاجه،
كوني زوجه، افرضي مثلا في ناس زوجها سافر ومطالب ان هو يبقى موجود، تبقى موجوده معاه وما لقيتش شغل، خلاص بعد كده لما الظروف تتغير يعني مش لازم انا كاريري وحياتي من اول، لا يعني لازم نبقى مرنين والشركات تبقى فاهمه ده، والشركات فعلا فاهمه ده، اللي هو لو حبيتي ترجعي تاني هنعاملك اكنك حديثه التخرج، تبقي انت فاهمه انك مش هتاخدي مرتب كبير، وابقى انا فاهم ان انا مش عايز منك حاجه كبيره، والدنيا تبقى سهله. فلازم الستات تبقى فاهمه انا اخترت ايه، انا اخترت اكون ده، طب وماله، طب انا اخترت بقى بعد كده لما نزلت اشتغل لازم ابقى فاهمه ان انا في حاجات هاثر فيها، ان ولادي هيبقوا هيشيلوا معايا، شيلوا مسؤولية نفسهم. وأنا باجي أقول إن في سنين كتير ولادي هما اللي شالوني أكتر ووقفوا معايا، وهم لو كانوا حاسين إن ماما أنت مقصرة معانا وأنت كنت خلاص ما عملتش حاجة، لكن هم لا يا ماما إحنا فخورين، لا يا ماما إحنا مبسوطين، لا يا ماما إحنا كنا فاكرينك بتدلعي بس لما بنشوفك بتشتغلي إحنا. فالزوج والأهل والولاد وزوجك كمان لما بيكون بيشجعك والناس اللي حواليكي، بصراحه بيبقى مهم جدا انك تلاقي باك بون في بيتك. يعني جالي ظهر وسند جدا. انا جالي مره مكالمه برضو على التلفزيون، واحده بتكلم تقول لي كل ما اقول لجوزي اقعد اشتغل يقول لي لا ما تنزليش. قلت له طب ما تسمعي كلامه، يعني انت لو هتحاكمي لو هتقولي له لازم اشتغل يبقى انت كده بتعملي مشكله، حاولي يعني اسمعي كلامه وشوفي بدايل وشوفي حاجه تعمليها في البيت. اقعدي يعني انا مش لازم افرض اللي هو انا هشتغل يعني هشتغل لازم انزل يعني لازم انزل ودلوقتي حالا ولازم اعمل ولازم. هي الحياه مش كده، خلينا مرنين ويعني فلكسبل في كل مرحله حياتيه، لان في مرحله انا محتاجه اكون ام صح، وفي مرحله محتاجه اكون زوجه، وفي مرحله محتاجه اكون مركزه مع اولادي لو عندهم حاجه معايا، وفي مرحله اركز معاهم عن طريق ان انا اتعلم بقى واشتغل وساهم في تعليمهم لو عايزه اعلمهم حاجه احسن اوديهم حاجه معينه، او عايزه معيشه احسن، او عايزه معيشه احسن، او عايزه شكل احسن، او عايزه اتنقل في مكان احسن. فهي كل حاجه لازم هتدفعي ثمنها، ما انت مش هتنزلي من البيت ويبقى عندك نفس الوقت مع الولاد. صح، ده مش هيحصل. عبير انت نورتيني جدا النهارده، وانا شخصيا انبسطت جدا معاكي، وانا كمان وحسيت كان انا اعرفك من قبل يعني حسيت ان انت صاحبتي. ثانك يو، شرف ليا والله. ميرسي عبير قوي على وجودك معايا النهارده. شكرا ليكي.